بالمناسبة راه كاين نصف ديال المكتب السياسي كلهم وزراء سابقون ووزراء حاليون اللي كيمارسوا، ما كاين حتى شي حزب، كاين في التجمع الوطني للأحرار. كنشوف السي سعيد شبعتو، ها هو فين هو ليه؟ كان بدا السي سعيد شبعتو، كان السي أنيس فيروس، محمد أوجار، نوال المتوكل، أخت بلاتي مباركة بوعايدة، أمينة بن خضراء، عاد هذا وكاينين الآخرين اللي ما حاضرينش معنا. في اعتقادي في هذه الفترة هذه كانوا خصو يكون عندنا جوج حكومات، حكومة غتدبر الأزمة وحكومة غادي دير البرنامج الحكومي. هاد الحكومة اللي غتدبر الأزمة هي داكشي كلشي اللي قال السيد الرئيس باش ما نطولش باش نخلي السي شفيق على خاطرو. الأزمات، الحرب الأوكرانية، التداعيات، توقف سلسلة الإنتاج، الجفاف، هذا غادي خصها حكومة لوحدها، والحكومة الأخرى هي اللي خصها تنفذ البرنامج الحكومي اللي اتفقنا عليه. الحال أنه ما يمكنلكش دير حكومات في نفس البلد، بالتالي شنو كان غادي يوقع؟ غادي الحكومة تقول لك أنا كنواجه الأزمة، إذا غنوضع جانبا البرنامج والأولوية للأزمات خصك تدبرها. واحد ما كان داير، حنا ملي كنا كنديروا انتخابات ما كناش قلنا ودي راه غيجي زلزال خصنا نديروا له 12 مليار ديال الدولار، ميزانيه ديال دوله وحده 18 مليار دولار. حنا درنا غير الزلزال، ما غاديش نذكر الدوله احترام، 12 مليار دولار. جفاف، ما الله يرد، ما غنتكلمش على الفلوس، ممكن نخلي غير في المبادئ الكبرى باش نختم. اذا كان خصنا جوج حكومات او حكومه تهتم بالأزمة. السيد رئيس اهتم بالأزمة ونفذ البرنامج الحكومي، وسيتذكر التاريخ كما قال بأن التجمع الوطني للأحرار استطاع، والحمد لله موجود التجمع الوطني للأحرار في هذه الفترة هذه، الحمد لله تجمع موجود في هذه الفترة، والسيد رئيس عز خنوش والوزراء مناسبة اللي كنتقدموا لهم الشكر الجزيل وكنوهوا بالعمل اللي كيقوموا به. السيدات والساده الرؤساء مقلقين، الوزراء ما كيجيوش عندنا، غادي يجيو عندكم الوزراء، غادي يوصلوا عندكم، كل حاجه في وقتها. ما غاديش حنا، ما غاديش تكون عندنا ديك داك الضيق، كل حاجه في وقتها غادي تنزل بشكل ممنهج عقلاني، غنحلوا المشاكل كامله، كل حاجه في وقتها. اشتغلوا الان باش وجدوا، باش خرجوا من هذه الازمه، وضعوا الاسس ديال انطلاقه قويه جدا، غنبداو نحصدوا النتائج. حتى واحد ما كان يعتقد بان اسره مغربيه في اي منطقه من مناطق المغرب غتوصل لواحد 500 درهم كبدايه، واللي كان التزام وخرجت حيز الوجود الى لامو الى الى الى، انتم عارفين التفاصيل ما غندخلش فيها. فنعطيو فرصه للوزراء ديالنا والحكومه ديالنا، وسنحصد جميعا نتائج. هادشي مقلق شي احزاب، كيقول لك لا خص وكاله، خص شي خص وكاله، شي خصو التغول، شي خصو كل واحد شنو باغي، كل واحد نعطيو له اللي بغى، ما كاين مشكل. القشابه ديالنا واسعه، كنستمعوا كناخذوا اللي هو معقول كننفذوه، واللي ماشي معقول كيدخل من هنا وكيخرج من هنا. وخصنا نكونوا واقفين مآمنين، اللي مآمن بالمشروع راه غيمشي بعيد، اللي مآمنش بالمشروع وكان عنده شي نوع من التذبذب راه غادي يعيش هو المشاكل غير نفسيه مع راسه. اما التجمع كاين 116 مقعد غنجيبوها في 2026 يدا في يد. شكرا.